أهلا بكم متابعين قناتي. شاهد إطلالة زينة في حفل عيد ميلادها وسط الأصدقاء. شاركت الفنانة زينة جمهورها ومتابعيها بصور عيد ميلادها والذي أقامته في حفل صغير وسط مجموعة من صديقاتها المقربات وشقيقاتها، وذلك على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وعلقت زينة على صور الحفل التي نشرتها موجهة رسالة لأصدقائها: أعشقكم يا فتيات. وانتشرت التعليقات من محبي زينة مهنئين لها بعيد ميلادها. وتحتفل اليوم الخميس 4 فبراير الفنانة زينة رضا بعيد ميلادها 44، إذ إنها من مواليد 1977. وبدأت زينة حياتها الفنية كموديل في عدد من أغاني الفيديو كليب، ليختارها المخرج داود عبد السيد لتلعب دور هناء في فيلم أرض الخوف أمام الفنان أحمد زكي عام 1999. ومن ناحية أخرى، كشفت الفنانة زينة قبل أيام إنها بعد تخرجها من الثانوية العامة التحقت بكلية التجارة بناء على رغبة والدتها، رغم أن مجموعها كان 86% ونص أدبي، وبتقول ما كنتش بنجح وباخد السنة في 2. ومن ناحية أخرى، كانت شاركة الفنانة زينة متابعيها فرحتها بنجاحها في امتحانات كلية الحقوق والتي فاجأت بها جمهورها. ونشرت زينة صورتها وكتبت: أولاً تقولولي مبروك لأني نجحت الحمد لله في كلية الحقوق، خلصت ثانوية عامة ودخلت كلية تجارة جامعة عين شمس. أختي أقنعتني أدرس حقوق وكنت متضايقة أني أخد الخطوة دي لأني طبعاً ما عنديش وقت وكانت مسؤولية كبيرة، بس دلوقتي فرحانة قوي الحمد لله وبشكر أختي على تحملها ليا ووقوفها جنبي كالعادة. بجد أنا من غيرك ولا حاجة. ومن ناحية تانية، كانت آخر أعمال الفنانة زينة فيلم الفلوس، وشاركت البطولة معه تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد من إخراج سعيد المروق وتأليف محمد عبد المعطي. وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتي تتسبب في كثير من المواقف. وفي نهاية الفيديو، لو عجبتك أخبارنا ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك أهم وآخر الأخبار على مدار اليوم.